بتزيد هالاخطاء؟ ليش بتزيد هالاخطاء؟ يا اخوانا الاطباء، يا اخوانا الاطباء. الحملة الشعبية لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الاهمال الطبي هي عبارة عن حملة جاءت للتعبير عن نبض الشارع الفلسطيني، وذلك لوضع حد لما يسمى بالاخطاء الطبية ومحاولة مأسسة موضوع الأخطاء الطبية من خلال مجموعة الأهداف التي تسعى الحملة إلى تحقيقها. نحن مجموعة شبابية متطوعة، ساءنا ما أصاب الطفل أمير، وبناء على ذلك تحركنا. تعرضنا إلى الكثير من الانتقادات بأننا نسعى إلى زعزعة المنظومة الطبية الفلسطينية، ولكن نحن نؤكد إلى الجميع بأن هذه الوقفة تأتي لإعادة الثقة بالمنظومة الصحية الفلسطينية وليس إلى زعزعتها، فهي كما تخدم المواطن كما تخدم الطبيب. نريد تحقيق الأهداف للحملة. الهدف الاستراتيجي الأول وجود قانون يسائل على موضوع الأخطاء الطبية. يوجد هناك غياب لموضوع الأخطاء الطبية، قانون يحاسب على موضوع الأخطاء الطبية، وهذا للأسف دائما يضع كل لجان التحقيق وكل المحاكم التي يتم تشكيلها أمام طريق مسدود بسبب عدم وجود قاعدة قانونية تسائل أو تحاكم على موضوع الأخطاء الطبية. هذا أول ولد إلي، أول طفل، أول طفل بيجنع الدنيا، أول فرحة عمري نتيجة خطأ طبي من دكتورة. ابني صار معه نقص أكسجين وطلعوه من المستشفى، حكوا لي في شي فيه إشي. تاني يوم دخل على المستشفى على أكسجين، قعدت سنة وأنا أطارد على المستشفيات، أروح على الأردن وعلى هداس على حسابي. تمني جبت تقارير وإثباتات وطلعت لجنة من وزارة الصحة وأثبتوا إنه خطأ طبي وإدانة، ورفعت قضية. القضية صار لها سنة وما صار إشي. الدكتورة هي بتشتغل في نفس المستشفى وبتمارس عملها وعادي مستعدة تخطأ كمان خطأ واثنين وثلاثة وتقتل كل الأطفال وما حدا يحكي لها وين رايحة. أنا بدي تتحاسب هي والمستشفى، أنا بدي أخذ حقي وحق ابني اللي قعد سنتين على الأكسجين بالمستشفى ما يدخل الدار. أول ولد إلي، وين هم هذول المسؤولين؟ وين هم؟ ليش لسه هاي الدكتورة زي هاي لسه بتشتغل في وظيفتها؟ سلنا والله ضحية للأخطاء الطبية، للأخطاء الطبية. وزارة الصحة يعني بموقفها من هذا الاعتصام موقف إيجابي وليس سلبي على الإطلاق كما يتصور البعض. الموقف أن وزارة الصحة الفلسطينية مع محاسبة على الأخطاء الطبية، مع تعديل الوضع القائم حاليا بما يتعلق بتحديد الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية وإيجاد الأنظمة والقوانين تحمي المواطن وتحمي الطبيب وتحمي العامل الصحي وتحمي المؤسسة الصحية في قضية الخطأ الطبي. وبالتالي نحن هذا الجهد الشعبي في اعتقادي يصب في نفس الخانة اللي تعمل بها وزارة الصحة الفلسطينية. الأمر ليس بالسهولة كما يتوقع البعض، أيضا الأمر يحتاج إلى إجراءات بقانون وبنظام، وألا تسلق بطريقة كما يريد لها البعض. هذا نظام ليس بالسهل، نحن نعيش في سويسرا، الشعب الفلسطيني زي دول العالم الثالث. الوعي والإدراك في قضية المسؤولية الطبية والخطأ الطبي ليس بالسهولة. أصبحوا في يعني بالسلبيات هذه الحملة مثلا، أنهم بالأمس مواطنين ماتوا يعني موت طبيعي نتيجة مضاعفات مرضية أصبحوا يقولون أنه خطأ طبي، وأصبح كل موت في مستشفى هو خطأ طبي. كمان يجب أن يكون لدينا فهم واضح بهذا الموضوع ونكون متعرفين على ما هو الخطأ الطبي وكيفية معالجته وكيفية المحاسبة عليه وما هي الإجراءات القانونية المتبعة وإيجاد صندوق لتعويض هؤلاء الناس إذا ثبت بوجود خطأ طبي. وزارة الصحة الفلسطينية تجري سنويا 130 ألف عملية جراحية ناجحة في مستشفيات الحكومية، 130 ألف عملية جراحية ناجحة. عدد الشكاوى التي تصل إلى وزارة الصحة الفلسطينية فيما يتعلق بشبهة وجود خطأ طبي تتحدث عن 130 ل 140 شكوى، يعني تتحدث عن نسبة 1%، وهذه النسبة ثابتة لم تتغير، ولكن ربما أصبح الوعي المواطن أكبر أن يتحدث عن هذا الموضوع وأن لا يسلم بأن كل شيء هو قضاء وقدر. يمكن هذا زاد نسبة ظهورها على الإعلام. يوجد أخطاء طبية ولن تنتهي الخطأ الطبي، ما دام الإنسان يعمل بإيده والبشر بيعملوا لن ينتهي الخطأ الطبي، هذا حقيقة، لأنه فيش حدا بيخطئ، يعني ما بيخطئش إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما فيش أنبياء، وبالتالي البشر سيبقوا خطائين. لكن واجب وزارة الصحة والإجراءات الطبية أن تكون مرتبة ومنظمة بطريقة تحد وتخفض من نسبة حدوث الخطأ الطبي والإشكالية الطبية القائمة. هذا الإجراء اللي بنستفيده إحنا ربما إذا تبين وجود خطأ أو شبهة خطأ طبي، ما هي الإجراء اللي ممكن نعدله حتى نقلل من نسبة حدوث الخطأ الطبي؟ هذا ما نقوم به. لجان التحقيق في الوزارة أدانت العديد من الأطباء، لدينا عمليات نقل وإنهاء خدمات حدثت،
في قضية نابلس وقضية الخليل تم فصل الأطباء من العمل بعد أن ثبت وجود الخطأ الطبي، وفي نواحي أخرى تم نقلهم إلى أماكن لوقفهم عن القيام بالعمليات الطبية اللي كانوا يقوموها، العمليات الجراحية، وفي أماكن أخرى نقلوا إلى عمل إداري، وبالتالي هناك إجراءات تتخذ، لكن أحيانا لا يتم أخذها بالإعلام لسبب بسيط، إنه العقوبة لا يوجد فيها تشهير، وبالتالي التشهير عندنا غير موجود، وبالتالي لا يتم الإعلان عنها، ربما يتم الإعلان عن الإجراء وليس على الأسماء.